حجاب المرأة المسلمة. المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، يعني الشيطان لا يريد أن المرأة تتحجب. والله لا يوجد كالإسلام في إعطاء المرأة كل الحقوق. لا ديني تشانغس نا سوسيتي إباهو يهاي أمغورة أغتشيرو موكو إسلام يهاي أمغورة أغتشير. المرأة في الإسلام جوهرة ثمينة. أتمغورة مري إسلام ني ذهب ني دياما يفيت أغتشيرو. كانوا في الجاهلية لا يعطوا المرأة حقوقها. أتمجي تشامبري وإسلام أمغورة نا أغتشيرو لا يفيت رينغا يالو مونو واهو غاو دفيت أغتشير. كانت لا ترث. ورثها الإسلام. أركو بري إسلام إسلام يراجي ما كزونغو. كانت تقتل. منع الإسلام من قتلها. إسلام يراجي نبيوس. الإسلام يحافظ على المرأة. إسلام يبونغا بونغو مغوري. أكرم المرأة. إسلام يهاي كتشيرو مغوري. وأمر الرجال بإكرام النساء. إسلام يتجد سبقابو. وأمر الأزواج بإحسان العشرة للزوجة. ليس أي عمل تعمل به المرأة عمل لابد يحافظ على القيم الإسلامية. إذن لابد أننا نتعلم الدين الإسلامي، ولا بد أننا نعمل به كالحجاب مثلا. المرأة لا بد تستر جميع البدن حتى لا تكون فتنة للرجال. لا تبدي يعني محاسنها إلا لزوجها لمحارمها. نعم.